هاي، خليني اعطيكم نصيحه او انفورميشن بالنسبه يلي عم بيعمل دايت او عم بيعمل جيم، انه البروتين هو اهم شيء بالجسم. اذا نقص البروتين بقل العضل وبيطلع مطرحه دهن وبقل الميتابوليزم بالجسم، يعني نحن ما بقى نحرق فات. واذا كتر البروتين بالجسم بيعمل زلال بالبول وبيعمل مشاكل للكبد. فكرمل هيك رح اعطيكم نصيحه، لكل كيلو من جسمنا بده جرام بروتين، يعني إذا وزننا 60 كيلو ناخد 60 جرام بروتين من اللحمة البيضة أو الحمراء.